مرحبا بيكي دايرين لاباس عليكم. نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي يكون كذلك تتمه ديال الفيديو الاخير اللي بالنسبه للناس اللي شافوا الفيديو ديال الخرفه كنت قلت لكم وصلت للمول اللي اسمه ماجدي مول اللي متواجد بالسليمانيه بكردستان العراق. فقلت لكم غادي ندير لكم فيه واحد الجوله وغادي يكون الفيديو يعني مورا الفيديو اللي درت الاخير. فصراحه انا تعطلت فيه شويه، كتعرفوا الانسان فاش كيكون مسافر وكيكون مع العائله فكان بروفيتيو لو ماكسيموم باش نجلسوا معاهم. راكم عارفين اللي كاين، لكن انا عندي فيديوهات اللي مصوره يعني فيديوهات، ولكن باش ندير مونتاج ونحط الفيديو فالصراحه ما كيكونش عندي الوقت. المهم انا ما كرهتش نحط لكم كل نهار فيديو، ما كرهتش، ولكن راكم عارفين الله غالب. المهم حيت المونتاج راه كيبغي وقت وقت وقت، راه ماشي ساهل باش مونطي فيديو وتحطو الناس يشوفوه. الناس اللي في هاد اللي عندهم قنوات راه عارفين هاد الشيء هذا. المهم هادشي اللي كاين، فهاد المول هذا كيف قلت لكم متواجد في السليمانيه، مول اللي زوين بزاف صراحة. كانت الساعه حنا جينا ليه متاخرين، كانت الساعه شي 10 وشي حاجه بحال هكاك، دونك انا ما دخلتش لكل محل وصورت يعني داكشي اون ديتاي، ما كانش الوقت الصراحه. فدرت لكم هكا الجوله من المحلات هكا على برا، وكاينين اللي صورتهم وكاينين شي محلات اللي دخلت وصورت صراحه. يعني مول اللي غزال بزاف بزاف، ولكن ان شاء الله غادي نعاود نمشي ليه وغادي ناخذ منه حاجات، وان شاء الله علاش لا نشاركهم معاكم ان شاء الله. فنتمنى ان كل شيء يعجبكم كيف انا عجبني الصراحه. كيف كتشوفوا العطور، كاين هاد العطور خليجيين، كاين بزاف بزاف ديال الحوايج عندهم، يعني بوتيكات لي زوينين كيحمقوا. وانا من عادتي كنبغي نشارك معكم الاشياء اللي زوينه، وكنبغيكم حتى نتوما تستمتعوا بحال كيف انا استمتعت الصراحه. فكاين المحلات اللي زوينين بزاف، وكانوا دايرين بعض المحلات تخفيضات، لكن باش ندخل هذا ما كانش باقي الوقت الصراحه، ما كانش عندنا الوقت بزاف. فدرت لكم هكا جوله وشفتوا، وغادي ندير لكم ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات جايين زوينين بزاف. انا الهدف ديالي هو انني نقربكم الحدوله هذه ولا المهم الكردستان، تشوفوها وتعرفوا عليها، لانه انا متاكده بزاف بزاف ديال الناس ما شايفينهاش، ما عندهمش مثلا فكره عليها وهذا. فانا كنحاول انني نقربكم وتشوفوها، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم الكردستان لانه حقا جميله بزاف. فنتمنى ان شاء الله تستمتعوا معايا في هذا الفيديو، فخليكم معايا ونرجع معكم. بين المحلات اللي حمقوني دي بي سي سنتر، هاد المحل هذا منكذبش ليكم منكذبش عليكم حمقني عجبني. كيبيع العطور، كيبيع المكياج، كيبيع الكريم ديال الجسم ديال الوجه. صراحة عنده العطور لي مارك، اي عطر قلبتي عليه فكتلقايه عندهم. غزال عجبني المحل، فاش كنت داخله استاذنت قلت لي واش ممكن نصور، قال لي ماشي مشكل صوري. صراحه عندهم داكشي غزال بزاف بزاف.
لكن بحكم ضيق الوقت فما كانش عندي الوقت باش هاك نوريكم اون ديتاي، لكن قلت ولو بعدا ندير غير هكا واحد الجولة وتشوفوا تنتم معايا. محل راقي غزال، كيف قلت لكم عنده لا مارك الروايح اي عطر، عنده كل شيء زوين الصراحة. من بين المحلات اللي عجبوني صراحة، المحلات كاملين اللي كاينين في هذا المول راقيين وزوينين وعندهم داك الشيء غزال كيحمق. المهم كيف قلت لكم تمين كتدخلي المحل فما شاء الله واحد الريحه ما نقول لكمش غزاله. وكذلك هذا المحل خاص غير بالبيجامات كيحمق حتى هو، ولكن ما درتش لكم جوله بحكم ضيق الوقت كيف قلت لكم، فما كانش عندنا راه ما كملش ساعه، دونك حاولت انني ندير لكم هكا غير جوله هكا غير على برا. صراحه كل شيء زوين، محلات كلهم غزالين، هذا الشيء اللي كاين وخليكم معايا. عندهم كذلك محل عبد الصمد القرشي. عبد الصمد القرشي فهو محل معروف في الخليج، كيبيع العطور. كانوا دايرين بعد العطور دايرين لهم 50%. صراحه خص وقت باش الواحد يدخل المحل ويشوف ويستمتع غير باللي زومبالاج اللي كيديروا العطور، راه شي حاجه كتحمق صراحه. كل شيء زوين، لكن ان شاء الله غادي نرجع عندهم من بعد. كيف شفتوا معايا وكيف قلت لكم محلات راقيه محلات زوينه فخصها الوقت، ماشي غير الواحد يجي واحد السبيعه ويمشي، الصراحه خصها الوقت. هذا المول هذا الواحد خص يجلس فيه نص نهار باش تدوري على خاطرك وتشوفي وتاخدي اكيد الاشياء اللي غادي تعجبك. فصراحه كل شيء زوين عندهم، لا الملابس ولا العطور ولا الاحذيه ولا الحقائب يعني السيكان وهذا المكياج، كل شيء الصراحه. اي محل كدوزي من حداه فكيجذبك، كل شيء زوين. وداك الشيء علاش ما بغيتش نبخل عليكم بهذا لا فيديو هذا، فخليكم معايا. وهنا كيف كتشوفوا معايا دز
باش ندخل ال سي واي كيكي المحل اللي كيحمقني. هذا المحل اول مره اكتشفته في تركيا. صراحه غزال زوين بزاف. كنت خديت منه شحال هادي حوايج. دوماج حنا ما عندناش في النرويج. لكن كنت فجيت كذلك لهنا الكردستان لقيته كاين وكاين كذلك في المغرب. فصراحه هذا المحل هذا في حويجات ديال الوليدات فيه ديال الرجال والنساء داكشي زوين وراقي. كنت صراحه باغا هكا شي حاجه للوليدات وميم طو بغيت حتى بيجامات. كيف كتشوفوا بيجامات غزالين عندهم. لكن فاش دخلنا شويه صافي كندور شويه قالوا انهم غادي يسدوا واللي عنده شي حاجه في يديه يدوز يخلصها. فاضطريت انني صافي نقول ان شاء الله حتى مره اخرى ان شاء الله ولا خديت شي حاجه اكيد غادي نشاركها معكم. فهذه هي الجوله ديالي في هذا المول هذا. فنتمنى ان شاء الله يكون لا فيديو يعجبكم وتكونوا استمتعتوا فيه. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم. ما تنساونيش بلي لايك وبلي كومونتير زوينه. صراحه ما كرهتش كل نهار نحط لكم فيديو والله ما كرهت. ولكن المونتاج كيتطلب وقت. فاحنا مسافرين كنقول فاش يكون عندي هكا وقيته ندير مونتاج الفيديو واخا انا كنتعطل الصراحه. فان شاء الله غادي نحط لكم الفيديوهات كاملين اللي غادي ندير هنايا في الكردستان. فكنشكركم بزاف على حسن المتابعه والقاكم فيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.